تملي بالملف ولا أحد يستطيع توقيفها، هكذا ردت مصادر مقربة من المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الذي صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام المولوي، عنوانه لا تمتثل لأوامر القاضية عون، وهو إجراء اعتبرته عون تدخلا غير مسبوق في عمل القضاء. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتضررين من قرار ميقاتي والمولوي سيتقدمون بطعن أمام مجلس شورى الدولة. وتابعت المصادر المقربة من القاضية عون ردا على سؤال عن إمكانية عملها في ظل قرار عدم الامتثال لتعليماتها القضائية، قائلة إن المديرية العامة لأمن الدولة تابعة للمجلس الأعلى للدفاع، وقرار وزير الداخلية ليس ملزما لها. في المقابل وبحسب معلومات الجديد، أن المديرية العامة لأمن الدولة حاولت حل الأمر باعتبار أن طلبات القاضية عون منطقية، وذلك بأخذ الإشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كإذن لتنفيذ ما تطلبه عون، لكن عويدات رفض الأمر، ما يعني أنه لا يمكن للمدير العام اللواء تونس صليبة كسر قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكونه في ظل الفراغ الرئاسي يرأس المجلس الأعلى للدفاع. وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم رأت أن ما يحصل سابقة خطرة تضرب مبدأ فصل السلطات، كذلك فإن محاسبة القضاة تجري في المؤسسات القضائية الرقابية. بدون مؤازرة أمنية طبعا ما حتقدر تشتغل، بس القرار أساسا منه صحيح، هيدا قرار غير قانوني وغير دستوري. السلطة التنفيذية ما بحق لها بأي شكل من الأشكال تتدخل بعمل القضاء، يعني اليوم رئيس مجلس وزراء ما بيقدر يطلب عدم تنفيذ قرار قضائي لأسباب بتتعلق بعمل القاضي كقاضي، يعني مش السلطة التنفيذية بتقيم العمل القضائي، مش السلطة التنفيذية بتاخد تدابير وبترتب نتائج. إذا في خلل بالعمل القضائي، أنا ما بعرف شو في بملف الرئيس غادة عون، ولا بدي أعرف ولا لازم حدا يعرف، ولكن إذا في خلل بملف أي قاضي، يا هالقاضي مغلط يا هالقاضي مش مغلط، بس بجميع الأحوال المحاسبة والتقييم ما بيصير إلا ضمن المؤسسة القضائية. في مؤسسة هي التفتيش القضائي، ما في حدا بيقدر يجي يحل محل التفتيش القضائي. في مجلس قضاء أعلى مفروض يكون عم يقدر بكل الأمور اللي شاهدناها آخر فترة يجتمع، ليه ما عم يقدر يجتمع؟ ما أنا اللي بهمني نروح على أبعد من هيك، نحن هالسوابق اللي عم نشوفها هلأ يلي عم بتأسس لتفلت من المؤسسات، لتفلت من المحاسبة بكل أشكالها. ليش اليوم مجلس القضاء بكل شيء شفناه آخر فترة من ملف المرفق لغيره، ليه ما عم يقدر يجتمع؟ لأنه ضربته المحاصصة السياسية والطائفية، يعني علل النظام السياسي دخلت على القضاء، لهالسبب القضاء ما عم يقدر يلعب دوره. طارت الجلسة التشريعية ورحل معها إقرار قانون كابيتال كونترول إلى أجر غير مسمى. هذا القانون الذي كانت جمعية المصارف تشترط بدء تطبيقه لحمايتها من الملاحقات القضائية، وبفعله تعود إلى فتح أبوابها. قد يكون إجراء ميقاتي بمثابة فتح باب للحل وعودة عمل المصارف، لكن عبر تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وعلى حساب أصحاب الحقوق. ريم حمدان، قناة الجديد.